أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى استديو المنتصف، وسنتحدث في هذه الحلقة عن ثلاثة محاور. المحور الأول سيكون عن فرض الجيش الوطني سيطرة نارية على أولى قرى أرحب، والميليشيات أيضا تفجر مضخات المياه في نهم. أما المحور الثاني سوف نتحدث عن الميليشيات الانقلابية التي تواصل قصفها للأحياء السكنية في تعز عفوا، والمعارك العنيفة شرق مدينة تعز. أما في المحور الثالث سنتحدث عن وفاة مختطف جراء التعذيب، وعن تواصل انتهاكات الميليشيات بحق المواطنين في عتمة. في محورنا الأول سنتحدث عن فرض السيطرة النارية للجيش الوطني على أولى قرى أرحب، وعن أيضا تفجير الميليشيات لمضخات المياه في نهم، حيث سيطرت قوات الجيش الوطني ناريا على أولى القرى في أرحب بعد التقدم المحرز خلال اليومين الماضيين. وأكدت أيضا المصادر أن بيت قطيش التابع لأرحب بات تحت السيطرة النارية الكاملة الآن للجيش الوطني، كما وتمكن الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية من فرض سيطرتهم على أجزاء واسعة من سلسلة جبال السفينة وتبت القناصين والتبة الحمراء وجبال أخرى في منطقة الضبوعة. وأقدمت ميليشيات الحوثي والمخلوع في نهم على تفجير المحركات الخاصة باستخراج المياه من الآبار الجوفية، وذكر مصدر محلي أن الميليشيات فجرت محركات عدد من السكان في قرية العقران، كما قامت الميليشيات بمنع السكان من دخول مزارعهم بحجة أنهم من تنظيم داعش. للحديث أكثر عن هذه المحاور يسعدنا استضافة الصحفي صالح القطيبي معنا الآن على الهاتف. أهلا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ صالح، حدثنا عن جديد المعارك في نهم شرق صنعاء. المعارك تدور بين رجال الجيش الوطني والمقاومة مسنودا بطيران التحالف وميليشيا الحوثي والمخلوع لليوم الثالث على التوالي، وحيث ما زالت المعارك مستمرة حتى ظهر اليوم. كنت على قمة بجبل دوة ورأيت بعيني الاشتباكات التي ما زالت تندلع بين رجال الجيش الوطني والمقاومة حول تبة القناصين والتبة الحمراء، الذي ما زالت فيها جيوب من الميليشيات ورجال الجيش الوطني والمقاومة يفرضون الحصار التام عليهم. نعم. وفي غضون ساعات قادمة قليلة إن شاء الله سيتم تحرير السلسلة الجبلية المسماة بسلسلة جبل يام، وسيتمكن رجال الجيش الوطني والمقاومة بعد السيطرة على هاتين التبتين من فرض السيطرة النارية على منطقة الحول وبني بارك، وهي أرض مستوية، لأنه بعد السيطرة على هاتين التبتين ما نستطيع قوله أنه انتهاء الجبهة التي تسمى بجبهة الميمنة، جبهة الميمنة نهائيا، وتنتقل المعركة إلى أرض سهلة، إلى أرض مستوية، وليس أمام الميليشيات إلى الانسحاب من هذه الأرض إن شاء الله. نعم أستاذ صالح، أيضا حدثنا عن كم تبعد قوات الجيش الوطني عن المعسكرات الاستراتيجية لقوات المخلوع، وأقصد عن معسكري الصمع وفريجة أيضا. لا بد أن يفهم الأخوة المشاهدون من خلال قناتكم بأن المنطقة التي تدور فيها المعارك اليوم تمثل في شمال جبهة نهم، شمال مديرية نهم، يحدها من الشمال مباشرة محافظة الجوف، ومن الغرب مديرية أرحب التي تبعد عن مناطق الاشتباكات أو عن المواقع التي تدور فيها الاشتباكات من 4 إلى 5 كيلو. والجيش الوطني الآن في المنطقة التي يسيطر عليها الآن في أجزاء جبل السفينة وفي غرب جبل المنارة وعلى مشارف قرية العقران، هذه المناطق تمثل جبهة القلب وهي المناطق الأقرب إلى نجيل بن غيلان. نعم. وبعد أن يصل الجيش إلى منطقة نجيل بن غيلان وهي المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، تصبح معسكر الصمع ومعسكر فريجة في مرمى نيران الجيش الوطني، بل مطار صنعاء يستطيع رجال الجيش الوطني والمقاوم من هذا الموقع أن يفرضوا السيطرة النارية وقصف المدفعي إلى أحياء العاصمة صنعاء. أستاذ صالح، أيضا بما أنك الآن في قلب الحدث وفي الميدان، يوجد أقاويل تقول أن تصعيد الأخير شرق صنعاء هو فقط للتأثير على مسار المفاوضات، ما رأيك بهذه الأقاويل؟ هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة أمام ما يجري على الأرض. نعم. رأيت أنا بعيني الجنود معنوياتهم مرتفعة والسلاح موجود والترتيب موجود على الأرض، وما يجري ليس سوى للمفاوضات، وإنما ما يجري من منطلق هدف ومن منطلق رغبة وطنية لاستعادة هوية الدولة المسلوبة من قبل الميليشيات والوصول إلى العاصمة صنعاء واستعادة كل مؤسسات الدولة ودحر الميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
نعم أستاذ صالح، دعنا الآن نعود إلى نهم وعن انتهاكات الميليشيات الانقلابية والحوثيين في نهم. يعني هناك أخبار جديدة تقول عن تفجير مضخات المياه التابعة للسكان وغيرها من الانتهاكات في نهم، حدثنا عن هذا الجانب، عن انتهاكات الميليشيات في منطقة نهم. ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لم تترك شيئا إلا وقامت بانتهاكه في مديرية نهم وفي سائر مديريات الجمهورية التي تحت سيطرتها. نعم. قامت بتفجير المدارس، قامت بتفجير دور القرآن في كل المناطق، ويعني في يوم أمس قامت بتفجير آبار المياه التابعة لقرية العقران التي الجيش الوطني والمقاومة على مشارفها، بحجة أنهم يتعاونون مع الدواعش أو أنهم دواعش أو أنهم يساندون رجال الجيش الوطني. وقامت بتفجير 3 آبار ومنعت الأهالي من الذهاب إلى مزارعهم ومن ممارسة أعمالهم اليومية، وهذا يتم بشكل مستمر ويوميا، بل أنها قامت باستخدام الأطفال المواطنين كدروع بشرية ومنعهم من النزوح من الأماكن التي تدور فيها الحرب، واتخذتهم كدروع بشرية. والآن وما أحب أن أنوه وأذكره عبر قناتكم قناة يمان شباب، أن أقول له بأني رأيت اليوم جثث ميليشيات الحوثي ملان يعني في الأودية وفي المسارس وفي المواقع التي فرت منها، وأناشد من خلال قناتكم الصليب الأحمر إلى التدخل السريع لانتشال جثث هذه الميليشيات، وأدعو الآباء والمغبر بهم الذين ما زالوا يقاتلون في صفوف الميليشيات، نقول لهم عودوا إلى رشدكم ووعيكم، فهذه الميليشيات تزج بكم إلى الهاوية، ورجال الجيش الوطني والمقاومة اتخذوا قرارا لا رجعة عنه، وهو استعادة الدولة والشرعية، وهو خيار لا رجعة عنه مهما كلفهم من تضحيات ومن تكاليف. نعم الصحفي صالح القطيبي من جبهة نهم، شكرا لك على هذه المداخلة. الآن ننتقل